إذا لمتابعة تطورات المشهد في الأراضي الفلسطينية مع استمرار مجازر الاحتلال ضد المدنيين في ظل تغير مواقف الدول الداعمة للاحتلال في ظل حالة الفشل الذي يصاحب عملياته العسكرية في غزة، ينضم إلينا عبر سكايب من الدوحة الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور أديب زيادة، وعبر سكايب من بيروت عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي الفلسطيني طارق عكاوي. أبدأ معكم دكتور أديب، حياكم الله. طبعا كما تستمعون يتواصل عدوان الاحتلال على غزة لليوم 86 على التوالي بقصف جوي وأيضا قصف مدفعي لا يتوقف، ويعني الخبراء العسكريون يصفونه بأنه مكثف هذا القصف ويطال عدة مناطق من قطاع غزة. بداية دكتور أديب، كيف تقرأ خارطة العدوان وما يهدف إليه؟ نحن على أبواب الشهر الثالث أو على في نهاية الشهر الثالث حقيقة من العدوان، ولا زال الاحتلال على غيه في مسألة استهداف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ولا يخفي تماما لا يخفي خططه الآن فيما يتعلق بالرغبة الجامحة في القتل والذبح في الفلسطينيين لدفعهم دفعا نحو التهجير، نحو الخروج من قطاع غزة وإخلاء هذه المنطقة. وإذا لم يتمكن، وهذا ما حصل طبعا خلال الفترة السابقة طول، لم يتمكن من أن إنجاز هذه المهمة فيما يتعلق بالتهجير، لذلك هو سينتقل في المرحلة القادمة أعتقد لمرحلة التهجير ربما الطوعي، يعني بمعنى آخر أنه يتحدث مع مجموعة، وهناك حقيقة بدأت محاولات حقيقية من قبل مجموعة من الدول الغربية تحديدا كندا وأستراليا وبعض الدول الأخرى، نعم، التي أبدت استعداد لفتح المجال طوعيا يعني، ولذلك هو يستطيع يحاول قدر الإمكان حاليا أن يجعل من قطاع غزة منطقة غير صالحة للسكن تماما، يعني يستهدف كل البنى التحتية، كل البنى التحتية المتعلقة في التعليم، في الصحة، في الخدمات التحتية، في المنازل، في البيوت، في الجامعات، في المدارس، في كل شيء، استهدف كل شيء يعني في قطاع غزة ربما يسمح بنوع من الحياة هناك، من أجل فقط دفع الفلسطيني للخروج. أما وأن الفلسطيني لم يخرج ولم يغادر ولم يتمكن المحتل من التسويق في خطة الهجرة الكسرية سواء كان محليا أو إقليميا أو دوليا، والآن مع مجموعة الآن من المساعدين له على الساحة الدولية ربما يلجأوا لهذه الخطة الخبيثة فيما يتعلق ب... لذلك الفلسطيني هو يستطيعون الآن أو يحاولون أن يقنعوا الفلسطيني بأنه ما عاد لك وجود هنا، ما عاد لك سبيل للحياة على أرض قطاع غزة، ولم يسمعوا حقيقة في المقابل الفلسطيني. هم يحاولون بالمجازر، بالقصف، بالقتل، بالذبح للفلسطيني، بمحاولة تدمير كل شيء يدب على الأرض في قطاع غزة، يحاولون أن يوصلوا هذه الرسالة، ولكن لم يسمعوا في المقابل الرد الفلسطيني الذي كان طيلة 30 يوما ولا طيلة 3 أشهر، ولا أعتقد أنهم سيسمعون غير هذا الخطاب من قبل الفلسطينيين، أنهم سيعودون إلى ديارهم وبيوت المهدمة وسيبنون خيمة فوق البيت المهدم، ولن يخرجوا من قطاع غزة، ولن يخرجوا من فلسطين، ولن يسمحوا أن تكون هناك هجرة مجددا يعني خارج هذا الوطن. لذلك أعتقد هم الاحتلال يحاول قدر الإمكان الآن الضغط يعني من خلال قتل المزيد من المدنيين، ومن خلال عمل الكثير من المجازر يحاول الضغط على المقاومة الفلسطينية من أجل إعطاء تنازلات ما يتعلق الآن بموضوع المفاوضات حول الأسرى الموجودين في قطاع غزة. هم يعني سمعوا من المقاومة قولا واحدا فيما يتعلق بأن وقف الحرب هو بداية المفاوضات. هذا طبعا اللحن لم يعجب الإسرائيليين ولم يعجب هذا الكيان المغتصب القاتل، لذلك سيمعنون في القتل. هم يعتقدون أن الأداة الوحيدة أو اليد الوحيدة التي توجع الفلسطينيين هو يد المدنيين، لذلك يعني يعتقدون بالمزيد من القتل والمزيد من المجازر ربما يصلون. لكن أعتقد أنه في المقابل نتنياهو لديه خطط أخرى فيما يتعلق بمستقبله السياسي، فيما يتعلق بخططه على صعيد الإبقاء على اليمين المتطرف يعني على سدة الحكم. سيتوقف معكم عند تصريح نتنياهو حيث قال بأن الحرب ستستمر عدة أشهر، ولكن دعني أنتقل إلى الأستاذ طارق. أستاذ طارق، أجدد الترحيب بكم.
الاحتلال أعلن منذ أكثر من شهر بأنه عملياته العسكرية قد انتهت في الشمال، ولكن يتواصل قصف الاحتلال على تلك المناطق. إلى ما يؤشر ذلك أمام الشارع في الكيان الصهيوني أستاذ طارق؟ يعني أعتقد أنه الاحتلال الإسرائيلي عندما أعلن سابقا أنه يعني الانتقال من مرحلة الشمال إلى مرحلة الوسط ومن ثم إلى مرحلة الجنوب، كان يأمل أن هذه المناطق التي انتهى القتال فيها ستكون مناطق آمنة له، بالتالي عنده حرية الحركة فيها، وسيستطيع يعني جنوده اتخاذ مواقع ومراكز عسكرية له، بالتالي ستشكل الإمداد الدرع الواقي للقوات الإسرائيلية التي ستتوغل يعني باتجاه الجنوب. ولكنه تفاجأ مع الوقت أن هذه المناطق استعادت عافيتها وأعادت ترتيب صفوفها وخرجت المقاومة منها وبدأت عمليات القتال يعني قنص الجنود الإسرائيليين والانقضاض على المواقع التي تحصنوا فيها، سواء كان في المدارس أو المواقع العسكرية. وأكثر ما فاجأهم حقيقة هو كان يعني خروج مجموعة من الصواريخ التي استهدفت غلاف غزة ومنطقة عسقلان من مناطق الشمال، وتم تصويرها يعني وهي على بعد مئات الأمتار من المراكز العسكرية التي وصل إليها. هذا يؤشر أنه المقاومة الفلسطينية يعني لديها من التكتيك ما يؤهلها للاختفاء حين تتصاعد آلة العدوان والقتل الإسرائيلية، ومن ثم تعاود الخروج لتنقض عليه حينما يضع يعني نقاط ثابتة له، أو حينما يبدأ التوغل داخل المدن وفي المناطق السكنية الأكثر كثافة. طيب دكتور أديب، نتنياهو صرح بأن جيشه يقاتل على كل المحاور وأن الحرب ربما ستستمر لعدة أشهر قادمة، ولكن في هذا الإطار هل يستطيع الاحتلال أن يستمر لفترات طويلة في ظل الوضع الاقتصادي والعسكري الذي يعانيه؟ نتنياهو شخصيا يحاول أمد الحرب هذه أطول ما يكون، بسبب أساسي وربما رئيسي ووحيد ربما فيما يتعلق بشخص نتنياهو واليمين المتطرف، ويعلم علم اليقين بأنه ثاني يوم تماما من وقف الحرب هذه سيكون هو رأسه على المقصلة السياسية والقانونية، سيتم الإنهاء حياته السياسية وربما سيؤول إلى السجن كما هو معروف فيما يتعلق بقضايا الفساد تلاحق. ولذلك هو معني جدا شخصيا، معني في إطالة أمد الحرب أبعد ما يكون حتى يحول دون أن يعدم سياسيا أو أن يعدم قانونيا. لكن هل تستطيع إسرائيل، يعني بمعزل عن نتنياهو شخصيا، هل تستطيع إسرائيل أن تصمد هذه الفترة، وهل سيصمد الإسرائيليون بمعنى خلف نتنياهو في الموضوع هذا، أم أننا سنجد هناك شروخات كثيرة وتفسخات كثيرة في الموقف السياسي والموقف الداعم لهذه الحرب؟ أنا أعتقد أنه الموقف الداعم للحرب منذ 7 أكتوبر في خط تنازلي، بمعنى أنه كان هناك إجماع بشكل تقريبا 100% في 7 أكتوبر على الحرب وتوجهات الحربية واستمرار في إطلاق النار وما إلى ذلك، لكن نحن الآن نجد هناك تنازل أو هبوط في شعبية هذه الحرب والإجماع عليها. نحن نجد سياسيين الآن مثل يهود أولمرت وبراك أيضا وآخرون من قادة الجيش السابقين والمتقاعدين وحتى من قادة الجيش حاليا ينظرون إلى أن هناك شيء ينبغي أن يجترح حاليا، ويتم هناك اختراق فيما يتعلق مسألة وقف إطلاق النار، بمعنى أنه ما هي أولويتنا في هذه المعركة؟ هل أولويتنا أن نستمر حتى نجتث كما قيل في البداية حركة حماس، أم أن نعيد الأسرى أحياء إلى قطاع غزة أي إلى إسرائيل؟ أعتقد الآن هناك موجة شديدة وكبيرة يعني ابتدأت منذ بداية حركة الأهالي الأسرى الموجودين في قطاع غزة، وانضم إليها سياسيين، ونحن وجدنا أنه حتى في داخل مجلس الحرب الإسرائيلي هناك بدأت تظهر علامات الافتراق ما بين جانتس على سبيل المثال
وبين جالانت ونتنياهو، واحيانا نجد جانس وجالانت في مواجهه نتنياهو كما حصل امس في رفضهم للخروج في مؤتمر صحفي معا وسويا. اعتقد انه هذه التفسخات ستمنع وستحول دون قدره نتنياهو على الاستمرار في الحرب الى الابعد مدى. هناك دعوات للانتخابات الان في داخل اسرائيل، بمعنى انه بدانا نسمع رغم انه في البدايه كان يقال انه من الاجدى ومن غير المفيد ابدا انه في مرحله الحرب ان يكون هناك انتخابات او تغيير في رؤساء الاجهزه الامنيه او القاده الجيش وما الى ذلك. نحن وجدنا الان حاليا في هناك محللين سياسيين ومحللين عسكريين وقاده سياسيين ينادون بالانتخابات، ينادون بتغيير الاحصنه ودفع بنتنياهو خارجا، وبعضهم حتى قال أن النصر الذي يمكن أن نخرج به الآن في قطاع غزة هو أن نتخلص من نتنياهو. لذلك لا أعتقد أن مسألة إسرائيل ستحتمل المزيد، خاصة أنه اقتصاديا وضع إسرائيل في حالة تردي فيما يتعلق بنتائج الحرب. نحن نعلم أنه حتى هذه اللحظة تم سرب حوالي 18 مليار دولار في على الحرب، ومتوقع إذا استمرت أيضا المزيد من الأيام والأسابيع أو الأشهر القادمة سيكون هناك خسائر هائلة جدا غير ممكنة الإصلاح في داخل المجتمع الإسرائيلي. نحن نعلم أن قطاع السياحة ضرب بشكل كبير جدا، قطاع الزراعة ضرب بشكل كبير جدا وأخرى من القطاعات. لذلك لا أعتقد أن هناك نفسا إسرائيليا استراتيجيا يستطيع أن يقوى على المضي قدما في الحروب. ونحن نعلم أن هناك استراتيجية أساسية كانت لدى جيش الاحتلال بأن تكون هناك حروب خاطفة، لأن مجتمعه لا يستحمل، لا يحتمل أن يكون هناك حروب طويلة الأمد تستمر إلى يعني فترة طويلة من الزمن. دكتور، خاصة إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار، والسؤال موجه للأستاذ طارق، يعني وزير الخارجية في حكومة الاحتلال إيلي كوهين قال إن الحكومة هي التي تتحمل مسؤولية هجوم 7 أكتوبر. ما الذي نفهمه من وراء هذا التصريح أستاذ طارق؟ يعني هذا التصريح ليس بجديد، منذ اليوم الأول كان هناك استطلاع رأي في الأسبوع الأول للحرب، كان هناك استطلاع رأي إسرائيلي، وقال 80% من الإسرائيليين آنذاك أنه يعني الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو هي من تتحمل مسؤولية هذا الأمر. التصريح الآن تم استغلاله لأن نتنياهو كعادته يريد أن يظهر للعالم الغربي أنه بين الحين والآخر يستطيع تغيير القيادات التي تحيط به والتي تكون أكثر تشدداً، على قاعدة أنه من يمثل يعني الوسط الإسرائيلي وبالتالي سيكون إلى حد ما بعيد عن المتشددين. فقام بتنحية إيلي كوهين واستبداله بوزير البنى التحتية أو وزير الطاقة اللي هو إسرائيل بنيامين حييم إسرائيل، يعني على ما أعتقد، وتم هناك تبديل حقائب على قاعدة أنه يعني لا نريد للوجوه التي أو للأشخاص الذين يعطوا تصريحات قاسية أو فظة إلى حد ما يعني أن يكونوا في وجهة الصدارة في موضوع السياسة الخارجية الإسرائيلية، وبالتالي اقتضى الأمر هذا التعديل. بموضوع نتنياهو أحب أيضا أن أضيف يعني إلى ما تفضل به ضيفك الكريم أن صحيفة يدعوت أحرنوت يعني قالت أنه بنيامين نتنياهو يربط مصير إسرائيل بمصيره الشخصي، وهو بالتالي في موضوع إطالة أمد الحرب في غزة إنما هو يجر إسرائيل إلى مزيد من العزلة الدولية، خصوصا بعد تصويت أكثر من 153 دولة على موضوع وقف إطلاق النار في الأمم المتحدة، يعني بينما الدول التي عارضت هي دول قليلة جدا، يعني عددها 9 فقط. فتقول أن إن بنيامين نتنياهو في جر إسرائيل إلى هذه العزلة الدولية إنما يريد إطالة أمد الحرب حتى لا يذهب إلى انتخابات مبكرة أو إلى القضاء، كما يعني هو معلوم أنه لديه قضايا فساد من جهة، وأيضا يعني سيتم يعني محاسبته على الإخفاق الذي حصل يعني في 7 أكتوبر اللي هي عملية طوفان الأقصى، وهو ما يردده بعض القادة الإسرائيليين أن هذه الحكومة هي المسؤولة، بالإضافة إلى الرأي العام الشعبي الإسرائيلي في ذلك. دكتور أديب، أيضا نبقى في تصريح وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، هو دعا أيضا في نفس الوقت إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة ما وصفهم بالمقصرين.
كيف قرأت هذه الدعوة في ظل العمليات العسكرية المستمرة على قطاع غزة؟ لجنة التحقيق طبعا هي قادمة قادمة بأي شكل من الأشكال قادمة، وقبل عدة أيام سمعنا من المدعي العام الإسرائيلي يتحدث عن أو مراقب الدولة في إسرائيل يتحدث عن مسألة ضرورة فتح تحقيق على المستويات العسكرية والسياسية والأمنية، بحيث يتم يعني وضع المسؤوليات في رقاب كل من كان مسؤولا عن هذا الإخفاق الجسيم فيما يتعلق بالكيان الصهيوني. لذلك أنا أعتقد أنه مسألة أن يخرج هذا التصريح من قبل شخصية حكومية، أعتقد أن هذا ليس غريبا. حتى هذه اللحظة طبعا الكثير من الشخصيات تقبلت أن تكون هي مسؤولة وقالت نحن نتحمل المسؤولية، سواء كانت المسؤولية الأمنية أو العسكرية، لكن حتى هذه اللحظة يأبى نتنياهو شخصيا أن يتحمل هذه المسؤولية. وأعتقد أنه نوع من الضرب الآن يعني كما يقولون تحت الحزام فيما يتعلق بنتنياهو شخصيا، والتوجه نحو إدانته لاحقا فيما يتعلق بهذه هذا الإخفاق، لأنه هو يتحمل المسؤولية قطعا سياسية، ويتحمل مسؤولية أيضا قانونية، ويتحمل يعني أدبيا وأخلاقيا يتحمل المسؤولية عما حصل كاملا. لذلك وهو يعلم ذلك، يعلم تمام العلم بأنه هو مقبل على مثل هذه المقصلة، ولذلك يحاول قدر الإمكان أن يجعل من الحرب كأنها حرب وطنية تتعلق بوجود إسرائيل وبوجود الشعب الإسرائيلي على أرض فلسطين وما إلى ذلك. لكن في الحقيقة هو يخوض، بدأ أن يتحدث عن المعركة الحقيقية التي يخوضها، هي معركة شخصية، معركة البقاء لشخص نتنياهو في سدة الحكم. هو يحاول أن يجملها بأنها معركة وطنية، معركة الحضارة ضد البربرية، معركة الغرب عموما ضد الفاشية الإسلامية وما إلى ذلك. لذلك أعتقد أنه يعني نحن نتحدث عن فعلا شخصنا، فعلا يعني حرب لا أعتقد أنها ستطول، لأنه لن تبقى إسرائيل أعتقد، يعني كما نرى أن هناك خسائر بشرية كثيرة، نرى أن هناك ضربات في الجيش هائلة، الجيش لا يرى أن هناك أفق سياسي فيما يتعلق بأحداث ما بعد هذه الحرب. لذلك أعتقد كل هذه الظروف، سواء كان العامل الاقتصادي، العامل العسكري، الخسائر البشرية، الخسائر على صعيد الاستراتيجي فيما يتعلق بدولة إسرائيل، الهاي تك في إسرائيل كيف تدمر، الزراعة، الصناعة، الخدمات، البنى التحتية، الحياة في إسرائيل، نسبة الفقر، الناس المهجرين من الشمال ومن منطقة غلاف غزة، أعتقد كل هذه العوامل ستضغط على كيان هذا الكيان اللي وضع حد لطموحات نتنياهو في الإبقاء على شخصه على سدة الحكم في المرحلة القادمة. أستاذ طارق، حديث نتنياهو الحرب في كل الاتجاهات جعله يتحدث عن محور فيلادلفيا، لماذا يصر نتنياهو على السيطرة على هذا المحور إذا ما تحدثنا عن الجغرافيا السياسية؟ يعني في محاولة جديدة منه لتحقيق مكاسب ميدانية، وأصلا هي المسألة ذات بعد يعني جيوستراتيجي. نحن نعرف أن معبر فيلادلفيا أو محور فيلادلفيا هو يعني المحور الممتد على طول 14 كيلومتر تقريبا من رفح يعني شمالا، ووصولا إلى منطقة كرم أبو سالم. هذا المحور أصلا هو خاضع لأكثر من اتفاقية، وبالتالي لا يستطيع نتنياهو التقرير فيه لوحده، يعني إذا تكلمنا في البعد السياسي، لأنه يخضع للاتفاقية الاتفاقية 1979 بين إسرائيل وجمهورية مصر العربية، وبالتالي لا يستطيع هو البقاء في هذا المكان. الأمر الثاني، يعني بعد الاتفاقية 2005 تم خروج القوات الإسرائيلية من هذا المكان، وتم تسليمه للسلطة الفلسطينية، وبالتالي لا يمكن للقوات الإسرائيلية أن تتقدم وفقا للاعتبارات القانونية والدولية والسياسية أن تتقدم وأن تقوم بعمليات اشتباك عسكري في هذا المكان إلا بإعلام الجانب المصري وبموافقة الجانب المصري. هذا في البعد السياسي. في البعد الميداني هو يريد أن يحقق مكسبا إضافيا بأنه عزل غزة كليا عن العالم، وأصبحت الحدود الثلاثة
البرية الطبيعية هي مع دولة الاحتلال، ولا يبقى لهم إلا البحر الذي هو أصلا محاصر بفعل الحصار الإسرائيلي، وبالتالي يكون قد أطبق الخناق على غزة 100%، وهو يريد أن يخرج بذلك كانتصار للإسرائيليين. أننا الآن منعنا تمدد حركة حماس وأنفاق حركة حماس التي تحاول الحصول على الأسلحة والمعدات من خارج غزة، وبالتالي يكون قد ما لم يستطيع تحقيقه في بعض الإنجازات العسكرية في بعض المناطق يكون قد حققه في معبر فيلادلفيا. أنا أعتقد أن هذا الأمر شأنه شأن المناطق التي دخل لها وخرج منها، لأنه لا يستطيع البقاء فيها. الإسرائيلي يستطيع الضرب في الطيران، يستطيع الوصول أو اختراق أي تحصينات بسبب كثافة النيران وبسبب التسليح العالي الذي يتمتع به، ولكنه عند محاولته البقاء في نقطة ما لن يستطيع، لأن المقاومة ستكون له بالمرصاد. وأعتقد أن هذا الأمر بالذات هو يعتبر محور استراتيجي لدى المقاومة، ستحافظ عليه كما حافظت على الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها، لأن هذه هي النقاط الأساسية التي من دونها تكون قد خسرت المقاومة الكثير، وبالتالي لا أعتقد أن هذا الأمر سيمر مرورا طبيعيا. دكتور أديب، وزير المالية في الكيان المحتل يقول حتى لو تبقى 100,000 عربي في غزة فإن اليوم الذي سيليه سيكون مختلفا. ما الذي نفهمه من هذا التصريح دكتور؟ النية لدى المحتل انه ما لم ينجح به كسريا وبالمدافع وبالطيران وبالقوات البرية والبحرية والجوية ما إلى ذلك، الآن ربما يفلحون به من خلال التسهيلات التي يمكن أن تقدمها بعض الدول، وهذا ما يطلقون عليه فكرة التأجير الطوعي. لكنهم يدركون تماما أن فلسطين لن يخرج، وحتى لو نجح هذا المشروع جزئيا، وطبعا في المقابل يفترض أن يكون هناك هناك تضافر للجهود الهائلة فلسطينيا وعربيا لمنع هذا التهجير بالقطع، لكن على فرض أنه استطاع أن ينجح هذا المخطط في أن يخرج ربما جزءا من هذا الشعب الفلسطيني، هو يقول حتى لو خرج 2 مليون وبقي 200,000، بالقطع غزة لن تكون هادئة فيما يتعلق بالمستقبل تاع إسرائيل. ونحن نقول له، ونحن نقول بالتاريخ، حسب التاريخ ما قال وحسب الخبرة التاريخية فيما يتعلق بقطاع غزة، لو بقي اثنان فقط في قطاع غزة سيجعلون من قطاع غزة أرضا غير قابلة لاستيعاب الاحتلال فيها أبدا. لذلك اعتقد ان سموريتش ولا غيره لن يستطيعوا ان يهجروا ابتداء قطاع غزه وشعب قطاع غزه من هناك، ثم فيما لو حصل هذا جزئيا اعتقد انه الشوكه الفلسطينيه الموجوده المسماه غزه ستبقى منغرزه في خاصره اسرائيل الى الابد، الى ان تزول هذا ان يزول هذا الاحتلال. لذلك اعتقد سيكسر الاحتلال وسيكسر هذا المسمى سموريتش وغيره من القاده المجرمين، ولن يكسر الشعب الفلسطيني، ولن يتم تهجير الشعب الفلسطيني، بمعنى لن يختار الشعب الفلسطيني الهجره، قد بحكم الضربات الهائله التي مني بها الشعب الفلسطيني خلال الفتره السابقه، تدمير البنى التحتيه، تدمير الاملاك الشخصيه، تدمير كل شيء في قطاع، قد ربما ينجحون في بعض تحريك بعض الناس للخارج طوعيا، هذا وارد من حيث المبدا، وعلينا ان نكون واقعيين في الموضوع هذا، لكنه لن يخرج الشعب الفلسطيني، لن يخرج الملايين من الشعب الفلسطيني، سيبقى الملايين منغرسين في ارضهم، سيبقى هناك اناس منغرسون في ارضهم. ونحن نقول كما قلت قبل قليل، لو بقي هناك شبه الفلسطيني واحد سيجعل من ارض غزه جحيم على الاحتلال. طيب استاذ طارق، موقف المقاومه الرافض لاي تفاوض الا بعد وقف كامل لاطلاق النار، هل ترى ان المقاومه قد قرات المشهد بشكل جيد في هذه الخطوه او في هذا التصريح؟ طبعا اخي الكريم، لانه التجربه السابقه الهدنه التي كانت في شهر نوفمبر اوصلت رساله للمقاومه ان العدو الاسرائيلي يحاول الحصول على مكاسب دون إعطاء التسهيلات أو دون إعطاء المقاومة ما تريد، فهو في الوقت الذي أفرج فيه عن
مئات الأسرى الفلسطينيين عاد واعتقل الآلاف من منطقة الضفة الغربية. هذا من جهة. من جهة أخرى لابد لهذا العمل العسكري أن ينتهي، ولا بد أخي الكريم بالانتقال إلى البعد السياسي. يعني نحن نعلم أن الصراع كله قائم على المسألة السياسية، يعني فهمنا لكيفية إقامة دولتنا الفلسطينية، والفهم الإسرائيلي لمحاولة أو الرغبة الإسرائيلية في محاولة السيطرة على كامل أراضي فلسطين التاريخية وإخراج كل الفلسطينيين منها. هم أصلاً حتى يخططوا لخروج أهالي الأراضي 48. لذلك هو يعني بين الحين والآخر يقدم بعض، يعني في هذه المعركة يقدم موضوع الهدنة من باب تعزيز إعادة ترتيب صفوفه، وكنا قد سمعنا اليوم أنه أخرج 5 ألوية من الخدمة في منطقة غزة، من ألوية جزء منهم من ألويات الاحتياط، وقال أن عجلة الاقتصاد لابد أن تعود وتدور مرة أخرى، لأن هذا الأمر شكل يعني ضغطا عليه، شكل ضغطا كبيرا عليه خلال الفترة الماضية، وبالتالي هو يريد هدى مؤقتة إلى حين إعادة تنظيم نعم صفوفه أستاذ طارق، وتنظيم قواته نعم في المعركة. المقاومة الفلسطينية أعتقد يعني تفهم هذا الأمر، وهي تريد وقف شامل لإطلاق النار، وبالتالي الدخول في المفاوضات الحقيقية التي هي عنوانها الرئيسي فك الحصار عن غزة، لأن هذا أحد أهم الأسباب التي أدت إلى عملية طوفان الأقصى، إطلاق سراح كل الأسرى الفلسطينيين، وإعادة إعمار نعم أستاذ قطاع طارق، غزة عفوا، ومن بعدها الدخول في مفاوضات يعني لموضوع الشكل أو إعادة ترتيب البيت الفلسطيني الذي يعتبر شأنا داخليا فلسطينيا. عبر سكايب من الدوحة الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور أديب زيادة، وكان معنا عبر سكايب أيضا من بيروت عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي الفلسطيني طارق عكاوي. شكرا جزيلا.